أيها المسلمون، على كل ذي عقل حازم آمن بالله وباليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه. لا تغفلوا عن محاسبة النفس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أسأل الله العافية والسلامة. إن صاحب العقل الفطن والكيس الكريم الذي يحاول تزكية نفسه هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمله للدار الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيئا. والعاجز الضعيف الذي نسأل الله أن يكفينا شره وحاله، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. تتمنى على الله وقد أتبعت نفسك هواها؟ لا، بل حاسب نفسك واعمل لآخرتك وتوكل على الله وأخلص في عملك ثم اسأل الله القبول. ألم يقل ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فاستعدوا يا عباد الله، إذ أنكم ستعرضون ولن تخفى على الله منكم خافية. أيها المسلمون، في الخبر الصحيح لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ماذا قال؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها المسلمون، إن استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة أمر مطلوب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.